أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تقول امرأة مرضت مرضا شديدا فنذرت إن شفيت أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام فلما شفيت صامت ولكن مرضت بعدها بعدة سنوات فلم تستطع أن تصوم فهل يصوم أحد أبناؤها أو تطعم عن كل يوم نعم يلزمها الوفاء بالنذر من قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه لكن ما دامت أصابها المرض ولم تستطع الصيام لعدة سنوات فإنها تكفر كفارة يمين فإذا من الله عليها بالشفاء فإنها تصوم من كل شهر كما نذرت نعم